منقدم هيدي الخدمات بأكثر من 60 مركز للرعاية الصحية الأولية، الاستشارة الطبية، طب أطفال، أمراض نسائية وتوليد، طب عام واختصاص، متوفرة بالمركز بكلفة 3000 ليرة لبنانية. كمان منقدم الخدمات المجانية التالية: الأدوية الأساسية للأمراض الحادة حسب لائحة وزارة الصحة، لقاحات، جميع اللقاحات بحسب الرزنامة الوطنية للتلقيح، التحاليل الطبية والأشعة، فحوصات الدم المخبرية للحوامل، فحوصات الدم للأمراض المزمنة، فحوصات الدم المخبرية والأشعة الأساسية لكل الأعمار بعد دراسة الحالة من قبل موظف الصحة بالهيئة الطبية الدولية أو الإغاثة الأولية الدولية، صورة صوتية للحوامل عدد 2، معاينة ما بعد الولادة للأم والطفل، خدمة تركيب اللولب، خدمات تثقيف صحي، خدمات الصحة الوقائية، صورة صوتية للثدي للكشف المبكر عن أورام الثدي عند النساء فوق سن 40، فحص الزجاجة للكشف المبكر عن أورام عنق الرحم عند النساء المتزوجات فوق سن 21، فحص البراز للكشف المبكر عن أورام القولون أو المصران للرجال والنساء فوق سن 50، وغيره من الفحوصات الوقائية. منقدم مجاناً خدمات الرعاية الصحية التالية للأشخاص ذوي الإعاقة: الاستشارة الطبية المجانية، طب أطفال، أمراض نسائية وتوليد، طب عام، غدد، جلد وغيرها من الاختصاصات حسب توفرها بالمراكز، تحاليل المخبرية والتصوير الشعاعي الأساسي والمتخصص، فحوصات الدم الأساسية والمتخصصة، تصوير الشعاعي، تصوير المقطعي، صورة الرنين المغناطيسي، كثافة المعادن بالعظام، الأشعة السينية للعمود الفقري والأطراف بناء على وصفة من طبيب المركز وبعد دراسة الحالة من قبل موظف الصحة بالهيئة الطبية الدولية أو الإغاثة الأولية الدولية، خدمات إعادة التأهيل، جلسات إعادة التأهيل، علاج فيزيائي عبر إحالة للمراكز المتخصصة حسب طلب الطبيب المعالج وبعد دراسة الحالة من قبل موظف الصحة بالهيئة الطبية الدولية أو الإغاثة الأولية الدولية، توفير المعينات الحركية، معينات الانتقال من كراسي متحركة عكاز وغيرها، حفاضات، فرش خاصة، أكياس بول وأكياس لتحويلة الأمعاء وهيدا حسب طلب الطبيب المعالج وبعد دراسة الحالة من قبل موظف الصحة بالهيئة الطبية الدولية أو الإغاثة الأولية الدولية. كمان منقدم خدمات تثقيف صحي بمختلف المناطق اللبنانية.